أخبار اليوم. احنا قاعدين دلوقتي اتفرجنا على فيلم القدرات العالية للفيلم المصري والرجاء السيد وفيلم خالد ابو النجا ونجلاء بدري. واحنا في الشارع قاعدين بنشرب قهوة ومفيش أي حاجة، والمهرجان مستمر والفعاليات مستمرة، وخارجين بعد شوية هنقابل أصدقائنا من المحافظة الثانية وهنروح نتعشى سوا والحياة بتمشي. إيه رأيك في أيام قرطاج السينمائية؟ مهرجان مهم ومن أهم المهرجانات بتاع السينما في الوطن العربي، وأعتقد إن أي حد له علاقة بالصناعة بيحرص إن هو يدعمها. والشارع التونسي؟ الشارع التونسي مقبل ومجتهد وبيحب السينما وبيتذوق السينما، من الشرائح المهمة للجمهور العربي بالنسبة للسينما. شكرا فتحي عبد الوهاب. شكرا.